أسست الرؤية الفلسطينية البلدة القديمة من خلال مهرجان عيش البلد الذي أقامته بالتعاون مع مؤسسات مقدسية بارزة كجمعية الجالية الإفريقية وجمعية برج اللقلق التي استضافت المهرجان في يومه الأول. وقد تضمن المهرجان العديد من العروض الفنية ابتداء من الموسيقى والدبكة والأفلام وانتهاء بالصور المقدسية للفنان محمود عليان والتي لاقى جميعها استحسان جمهور الشباب المقدسي الذي توفد للمهرجان محيا بذلك البلدة القديمة. مهرجان عيش البلد هو أحد أنشطة وفعاليات مشروع عيش البلد اللي بيستهدف تنمية وقدرات الشباب في القدس وفي البلدة القديمة. بسعى هذا المهرجان من لإحياء البلدة القديمة وإعطاء فرصة للشباب للتفاعل والحراك الشبابي داخل البلدة القديمة. الهدف الأساسي من المهرجان إنه إحنا نعيد إحياء البلدة القديمة خصوصا في الليل، ومنركز أعمالنا كتير على مناطق مش المهمشة التاريخية نوعا ما، مثل مدرسة دار الأيتام الصناعية، مثل سوق القطانين، وكمان بالمناطق المهددة المصادرة زي المركز اللي احنا فيه هلا، مركز برج اللقلق. المهم انه احنا بنفرج أعدائنا إسرائيل انه احنا بنقدر نعمل اللي بدنا اياه، بس ايش بحتاج لشغلات كتيرة مثل المهرجانات، التطورات مثل مساعدة النوادي المجتمعات تساعدنا في تدعمنا في هدول الشغلات، مش تطنشنا خاص نص في القدس، لأنه القدس محتاج لهذا الاشي كتير. إجمالا مهرجان عيش البلد مش بس كان مع صور وموسيقى، كان في هناك عروض مسرحية، عروض فلكلورية، دبكات، راح نشوف كمان راح يكون في كمان بهلوانيين إلى آخره من الأمور هاي اللي هي إجمالا بتخاطب الطفل المقدسي اللي عم يحاول قدر الإمكان الاحتلال إنه يجرده من كل طفولة. على التاريخ.